السلام عليكم الحاجات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد كيش ديال الخضرة، الخضرة مشوية بالقرعة الحمراء. تيجي شي حاجة رائعة بزاف بزاف، خصكم تجربوه، ضروري تجربوه. اقتصادي بزاف، ما ماشي زعما ما فيش المكونات كتار، والطريقة سهلة سهلة بزاف. واخا زعما واخا يكون بنادم مبتدئ يقادو ويصدق ليه من أول تجربة. وفي هذا الفيديو شاركت معكم عاوتاني لاباتاكيش. وقبل لا ندخلو في الوصفة، بغيت غادي ندير واحد ديديكاس كبيره بزاف 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 الناس ديال الشرق، الناس ديال وجده، السعيديه، بركان، تافوغال، وخصوصا لاله سميه. سميه راه كتشكرك كوثر بزاف بزاف، وقالت لي راكي حادقه وكتقادي الشهيوات ديالي. نكمل الفيديو. الفيديو المهم انتم غادي تشوفوا في التقطيع ديالو كيفاش كيكون. المهم رخيص، كيتقام رخيص بزاف. واحد البنه راه ما يمكنش اللي قامه ما فيش نهائيا من غير الملحه والابزار، فقط جوج ديال المكونات اللي كاينين فيه. وبالنسبه للخضره، الخضره تقدروا ديروا اي خضره عندكم، غير انا استعملت القرعه الحمراء. انتم تشوفوا كيفاش كيجي، كيبان لكم واحد التهليكه، لان راه باقي سخون وكيتقطع، ما كيتفرتش ما والو. انتم كيفاش؟ المهم يا سلام يا سلام. والكيش، واحد النصيحه بغيت نقولها لكم قبل لا ندخلوا في الفيديو. الكيش الا بغيتو يجيكم زوين والحطه زوينه، خصو يكون المول غارق، ما يكونوش دوك لي مول اللي كيكونوا فيهم السنينات من جناب. هذوك لي مول ما تيجيوش فيهم لي كيش زعما في الحطه زوينين. تقدروا تعتمدوا على لي مول الاخرين اللي كنديروا، دوك لي سيركل اللي كنديروا بهم الحلوى. ونبداو على بركه الله. غادي نبداو بالعجينه بلاباتي ديالنا. هي الاولى شديت 600 غرام ديال الدقيق. انا قبل لا ندير الدقيق في ديك البواطه راه كنغربلو، عاد كنديرو. ضفت عليه 225 غرام ديال لابريري، لابريري ولا ليليا ولا المهم، هاد الزبدات اللي في البواطه. غادي ندير شويه ديال الزعتره، العريسه، السودانيه، الثومه غبره، الابزار، المهم المنسمات تخدموا باي منسمات عندكم. المهم ضروري تنسمو لاباط. والملحه، الملحه ضروري نديرو فيها الملحه، واخا تكون الحشوه ديالنا فيها الملحه، لاباط ضروري خصها تكون فيها الملحه. غادي نبقاو بهذه الطريقه هادي تندخلو الزبده في الدقيق، والزبده يستحسن تكون بارده بزاف بزاف. انا كنبقى بهذه الطريقه هادي، وغادي نستعمل يدي بجوج، حيت ما يمكنش بيد وحده ندخل هذيك 600 غرام و 225 غرام ديال الزبده، هادي تجيني قاصحه. المهم غادي نستعمل يدي بجوج كيف كيبان لكم في الصوره، وغادي نبقى نرمل ديك داك الدقيق. اللي عنده اللي بغى يخدم بالعجانه يخدم بها، يخدم بالقا، ما يخدمش باش كنعجنو. المهم كنبقاو بهاد الطريقه هادي، تدخل الزبده مع الدقيق، حتى ما يبقاش شي بلاصه في الدقيق ناشفه. راه هذا هو السر ديال العجينه اللي بغيت تصدق لكم. هنا البيض راه غسلته، داكشي علاش كنقيسو بيدي، ويدي غادي نعاود نديرها في الدقيق. غسلته مزيان، عاد غادي نخدم به. وغادي ندير جوج بيضات وربعة ديال المعالق ديال الماء، يكونوا باردين بزاف من الثلاجه للخدمه. ولا ما تجمعتش لكم بربعة ديال المعالق زيدوا الماء، ما كاين حتى مشكل، زيدوا زعما، ولكن ماشي تجمع تتولي جاريه، لا خصها تبقى قاصحه. المهم غادي نبقى بهذه الطريقه هادي تتجمع. انا ما بغيتهاش تدلك ولا تولي بحال الخبز، ولا واخا تبان لكم مرمله، غير جمعوها، حاولوا مع الجمع وديروها في كيس غذائي ودخلوها للثلاجه واحد نص ساعه المكانه، وغادي تعطيكم الطول. هذه هي العجينه المعتمده عندي. كاينين العجينات بزاف بزاف وكلها واش كيصدق لي، ولكن هذه العجينه راه ما كطيحش نهائيا. ما عمرك ما ديرها وتسناي هذا المول يطيح من جناب ولا لا، كتبقى هي هي. صافي غادي نديرها في كيس غذائي وغادي ندخلها للثلاجه. من بعد ما خليتها نص ساعه ديال المكانه، غادي نشد البلاصه فين بغيت نخدم، غادي ندهنها بالدقيق.
الطريقة خلاص راه كلشي متمكن منها. غادي ندمها بالدقيق كيف كتشوفوا، وغادي نسرح العجينة ديالي. السمك ما تكونش رقيقة وما تكونش غليظة، عادي مويان. نبقى بهذه الطريقة هذه. المهم انا غادي نوري لكم الطريقه ديالي اللي كنعتمد. كنشد السيرك اللي بغيت ندير، هذا تقريبا 5 سنتيم اللي فيه ديال العلو. طاو من بعد ما درت فيها الورق ديال الفرن، بغيت نحط السيرك هكا نحطها جانبا، حيت البلان طرافاي ديالي انا مضيق، البلاصه فين كنخدم صغيوره في هذه الكوزينه هذه. وقريب ان شاء الله غادي نبدا نصور فيديوهات في العروبيه، حيت العروبيه فيها الكوزينه كبيره تبارك الله ما شاء الله. المهم غادي نعاود نكمل العجينه، نعاود نسرح، وغادي نقطع شرائح شرائط انتما صافي. الباقي غادي نحتفظ به في الثلاجه ولا في المجمد، نهار نبغي كيش صغير ولا هذا راه غادي نجبده. تنطويهم بهذه الطريقه هذه باش كيجوني ساهلين. في صافي، من بعد ما نقيت البلاصه ديالي فين خدمت، دابا غادي ندوز نكمل المول. صافي غادي نبقى بهذه الطريقه هذه، وراه ما تتفرتتش هاد العجينه فاش في التقطاع، كتبقى عاطيه الطعم مزيانه، كيجي البورسيون مقطع مزيان مزيان. يعني واخا اللي عنده شي محل وبغى يدير في هاد الكيش هذا كبير ويقطعو، راه ما غاديش يترس ليكم. صافي، من بعد ما غادي نسالي الطريقه اللي كندير، غادي نقطع داكشي اللي زايد، غادي ندير نتقبها مزيان بالفرشاط باش ما تنفخش، وغادي ندخلها للمجمد بما نكمل الحشوه ديالي. عاد غادي نجبدها، ما كندير لها لا نص طيبه لا والو، تنجي وتنعمر وتندخل الفران. ومنين غادي نبدا نقاد في الحشوه مباشره، غادي ندير الفران يسخن على 180 درجه. هادي الفران ديال الضو كيطيب زوين، فران ديال الغاز ما كاين حتى مشكل. وف واحد الفكره بغيت نقولها لكم، في رمضان تنشد هادوك لي مول اللي عندي تقريبا نص فيهم، وكان ندير فيهم لاباط وكندخلهم للكونجيلاتور، وقت ما جيت معطله كنجبد باط وكنعمرها. هنا غادي ندوزو للحشوه، شديت المقلاه الهوائيه، وراه واخا تيقول لك راه ضروري خصكم ديروا فيها واحد المعلقه ديال الزيت، شديت القرعه الحمراء كيف كيبان لكم، درت فيهم واحد 3 ديال الضراس ديال الثومه كلها طريفه، لا هما 3 ديال الضراس الثومه وانا قسمتهم على جوج. صافي، كندير الملحه وكندير البزار هذا ديال المولان كيجي زوين، والملحه الغليظه كتجي زوينه. صافي غادي نشعلها وغادي نخلي هذيك، غادي نخلي درت على 200 درجه 15 دقيقه، وغادي نخلي هذيك القرعه الحمراء طيب اللي هي غادي نديروها في القاع ديال المول. هنا كنشد الكورجيت، انا كيف قلت لكم خدمت بالبصله والكورجيت والدنجال والقرعه الحمراء والفلفله الخضراء والفلفله الحمراء. صافي، بالنسبه للقطع ديال الخضره قطعوها كيف ما بغيتو. كانت عندكم المقلات الهوائيه راه غادي ديروها الدقريه تمر، ما كتشدش وقيده وما كتعذبكمش، ما كانش غادي ديروا المقله، مقله فوق البوطه ودهنوها بشويه ديال الزيت وصافي، وغادي تقريي فيها الخضره ديالك. وبالنسبه للكميه ديال الخضره عاود اللي بغيتو، انا الزالية الخضره كثيره عمرته بالخضره مزيان مزيان، ولكن جا يا سلام. بالنسبه اللي عنده الخضره كانت غير قليله بيضيباني، داكشي اللي كان راه ما كاين حتى مشكل.
المهم هو تبعو غير هاد الخطوات فقط. سوف نقطع الدنجال بهاد الطريقة هادي، وبإمكانكم كي قلت لكم رونديلات، بإمكانكم تقطعوه بتيدي، كل واحد فينا يرتاح. صافي انا كنشد الفلفله كنقطعها حتى هي، المهم كنحط الخضره ديالي كلها حدايا، سواء كنصور فيديو ولا ما كنصورش فيديو. هذه هي الطريقه باش كنظم الوقت ديالي وما ما تتشدش ليا الكوزينه وقت طويل باش نطيب. كل شيء كنوجدو حدايا عاد كنبدا. تمام صافي. هنا من بعد ما تشوات ليا القرعه هي والثومه، غادي نزيد عليها هاد الجبن نافيس. بالنسبه للناس ديال المغرب راه موجود، بالنسبه للناس ديال على برا يديروا اي جبن عندهم يديروه. انا هذا خدمت به ديال الشيفر ديال الماز، الماز راه موجود في اسواق السلام كارفور مرجان، داير 10 دراهم جوج. في هذاك المول اللي خدمت به انا راه كانوا مزيانين. صافي غادي نخلطهم، واحد البنه واحد البنه، راه تقدروا ديروا غير هادي وديروها في لي شوسون ولا في بريوات ولا. المهم دابا نشارك معكم هادشي ان شاء الله، غادي نشارك معكم بزاف ديال الوصفات. هنا بالنسبه للكورجيت هي كتقلى، راه ضروري كيف قلت لكم معلقة ديال الزيت ضروري. انا شو الطريقه اللي كندير انا، داك الزيت اللي شاط في الكاغيط من القرعه ومن هذا هو اللي كندهنهم به وترضاه وتاني كطيب. ما كتاخذش وقت طويل نهائيا وعمليه. هاد الماكينه زعما من الحوايج اللي ما ندمتش عليهم نهائيا وكنصح بهم الناس. بيتزا دغيا كتدركها، تتسخن لك الخبز دغيا، المسمن دغيا، لا يا سلام. انا مقله درت فيها الزبده، الزبده باش يجيكم داكشي بنين. درت فيها البصله خضاريه تقريبا واحد البصله، وغادي نخليها تقلى مزيان مزيان حتى تشد داك اللون الديبي، عشي تولي حمراء. عاد نحيدها الملحه وبزار فقط. وما باش غادي نخدم قلت لكم هاد الوصفه كلها فيها الملحه والبزار. انا راه حدايا كنطيب الصوبه ديال القرعه الحمراء، حتى هي غادي نشاركها معكم شي حاجه رائعه بزاف بزاف. انا كانت عندي قرعه نص درتو في الكيش والنص درتو في الصوبه. صافي غادي نقلب بهذه الطريقه هذه كيف كيبان لكم، العافيه تكون متوسطه. انايا عاوتاني طابت لي الثانيه، انا كثرت بزاف الخضره. صافي الفلفله حتى هي راه درتها في تما في المقلات الهوائيه، ودرت عليها حتى هي ملحه وبزار. صافي الدكريات حطيتها في هذاك المول. صافي اللي طاب كنديرو في ذاك المول، في هذاك البول المول مازال. صافي هنا بدا المونتاج، غادي نشد ديك لا كريم ديال الفرماج والقرعه الحمراء. راه خص يكون عندكم غير افكار وسلام، راه هادي بوحديتها راه حشوه ديال الكيش غير هكا، وديروا لها شويه ديال لاكريم ودخلوها للفران ويا سلام. انا غادي ندير البصله، هي اللي درت في شتو البصله كي دايره محمره مزيان مزيان مزيان. فرقتها مزيان في المول، ودابا غادي ندير الدنجال. عرفتي كيف كنقول لكم ديما، منين ما كندير المونتاج حتى كنكون كليت هاد الجو ساليت، منين كنبدا كندير المونتاج عاد كنعاود نتشها مشكله. صافي خصني نبدا ندير المونتاج وداكشي حدايا، انا كنهضر وكناكل. المهم غادي ندير هنايا، غادي نخلط القرعه مع الفلفله كيف كتشوفوا. تقدروا ديروا فيها تخيزو، تخيزو كريي غادي يجي فيها خطير. صافي وندوزو دابا، انتما كتشوفوا كندير الملحه وبزار فقط.
ودابا غادي ندوزو نقادو لاباري. لاباري وقع ليا فيها، كان هاد الكيش كله كان غادي يضيع ليا. المرة اللي معايا في الدار كنقول لها عطيني مايزينا، وهي جبت لي واحد الميك عطاتني مايزينا ودرتها، حتى الاخر لحت عينيك وبانت لي داكشي كيفور بحال الخميره، وانا تلقى عطاتني بيكربونات وانا نعاود حيدتهم ودرت بالنقص كاع من مايزينا. المهم عقلوا نتوما على بيضه تساوي 100 غرام ديال لا كريم فريش، ديال لا كريم ديال الطياب، وكنديروا ملح وبزار وجوزه، معلقه ديال المايزينا، واللي بغى الكيش يتنفخ يدير نص خماره حمراء. انا كيف قلت لكم انا راه ما كانش عندي مايزينا، درت بالنقص منها، وكانت الوصفه يا سلام. واللي عنده مايزينا يدير مايزينا، الدور ديالها هي كتصمم دوك الماي اللي عتلق الخضره والسلام. انا كندير لا كريم ديال الطياب، انا خدمت هنا بريزيدون سالات ليا، ودرت كريم واحده اخرى. تقدروا تخدموا بريزيدون، تقدروا تخدموا بهذيك ديال الجودة تا هي مزيانة، تقدروا تخدموا بدانون، تقدروا تخدموا بالحليب، ماشي بالضرورة هادشي اللي درت انايا. المهم راه فكرة والسلام. صافي هادي نخلط مزيان مزيان. انا راه شتوني درت هاديك البيكربونات وعاود حيدتها. صافي هادي ندير على المول وغادي ندخلها للفران. الفران راه قلت لكم مسخن قبل. انا لاستوس اللي كندير ما كنخبيش الكيش، ولكن كنشد ديك الطاوه اللي كتكون عندنا دايره كنكفيها عليه وكندخلو للفران وكنخليه كيطيب على خاطره، والنتيجه كانت هي هذه. النتيجه رائعه بزاف بزاف. وبالنسبه للاخوات اللي بغاو وصفات اقتصاديه، ما كنظنش كاين اكثر من هذا الاقتصاد، هذا بنينه بزاف بزاف، زوقتها بالفلفله معمره. اكيد ديكوراسيون على حساب كل واحد، وكتجي بنينه ما تشبعوش منها مع شي سوب ولا حريره في رمضان، ولا راه وصفه وزايدون كلها فيتامينات عامره بالخضره. نتمنى لكم تجربوا الوصفه، خلوا لي لي كومونتير وبارطاجيو.